لد من البنود الاساسيه اللي تخلي بالك منها قوي وانت بتشطب كهرباء، لان الاختيار الغلط هيكلفك كتير. طبعا افضل الانواع في مصر حاليا هو خراطيم الليد الوايرلس، نزل من انواع كتير بس مازال افضل نوعين هو ايدو وكونايس، اللي هو تركبه وانت مغمض عينك بافضل خام. بص كده، طبعا انا والله على تيار مباشر، ده كهرباء مش سيريا. طبعا انواع الوايرلس بقت انواع كتير قوي، بس مازال خرطوم الليد الايدو. في ناس بتقول على الايدو على فكره اليوس، انما الايدو ده شركه تبع اناسيا، بس حاجه محترمه جدا، انضف نوع في مصر وانضف بروفايل كمان. وكون نايس ما شاء الله باعين كميات رهيبه منه والله، مفيش اي مشاكل فيه. ده ب 24 اللي هو الايدو، وده ب 19 بالنسبه لل 60 لمبه اللي هو الكون نايس. نزل انواع كتير على فكره وايرلس، بس خامات تعبانه شويه. ان شاء الله في الايام اللي جايه اكيد هتنزل انواع كتير كويسه. فالخرطوم الليد الوايرلس ده افضل حاجه، لانه بيديك شده اضاءه 3 اضعاف الليد العادي. الليد العادي بيستهلك كهرباء وبيركب بشوكه، تركيب الشوكه بتاعته ساعات بيعمل قفله. فانت افضل حاجه تختار الليد اللي هو الوايرلس، والافضل حاليا ان انت تختار بين الايدو وبين الكون نايس. تابعوا معايا الفيديو اللي جاي، هنكمل معاكم بقى الالوان ويعني افضل النصائح اللي تخلي بالك منها اثناء غزال. بندور دايما على المنتجات اللي تدي افضل قيمه مقابل سعر لعملائنا، واي تطور مفيد لعملائنا في مجال الكهرباء المنزليه. احلى مسا عليكم.